الاهلي بطل افريقيا وجايب الثلاثيه وما ايوه جبت وما جبتش لولا لعيب في النادي الاهلي عرض تخرجه بره وبتخرج لعيبه من الزمالك. انا جايب لزيزو عرض في الخليج. اه ايه بعد كده النادي الاهلي هيلعب كاس عالم انديه، مين فيهم هيكون عايز يسيب النادي الاهلي ويحترف دلوقتي؟ ومين اصلا هيحترف في النادي الاهلي دلوقتي؟ ده كل الساينجز بتاعت النادي الاهلي دي اللي كان طالعها اعارات او اللي لسه ساينجز جديده، فلسه في بقى ايه المرحله اللي جايه اللي هي السنه السنه دي والسنه اللي جايه، وبعد كده تبتدي تعرف تطلع. هل جالهم عروض؟ مين؟ اي حد من الناس اللي انت تمتلك يعني تمتلكهم؟ احمد ياسر رانكا جاله حاجه في تركيا، وانا وعدت انا وهو وامير وفضلنا ان هو يقعد هنا في مصر عشان يتشاف عشان الاولمبياد، ما ناخدش اي ريسك دلوقتي. طيب ما انت هو طب هو بتحافظ موجود على اهو. ما انت حافظت على لعيبه اهو ان هو يقعد في الاهلي. فين؟ هو مش عارف الاهلي ده في سيراميكا، عارف الاهلي ايوه فين؟ ماشي. طب ما انت قلت عايز يقعد هنا اهو في الاهلي وقت ما كان موجود في لا الاهلي. لا عايز اما يجي يحتاج. لا حضرتك انت بس بتلخبط شويه. ماشي. طب عدها تاني، انا اسف. اما النهارده يكون لك عندك عاره، جاله عاره في تركيا وجاله عاره في مصر وفي ماشي. الاهلي موجود كويس؟ اني احسن له عشان يلعب منتس اكتر او دقايق اكتر؟ اني واحده؟ لا قول لي وجهة نظرك. انا ما كويس وجهه نظري بعد ما قعدنا مع بعض، لا اما يكون في سيراميكا هيبقى هياخد اوقات اكتر، بالذات بعد ما بواليا جه النادي الاهلي. كويس، ما انت دافع فلوس قد كده في لعيب فاكيد هتلاعبه صح؟ احمد ياسر ريان لازم كان يطلع عشان يلعب دقايق اكتر. ايه اللي اضمن ان انا اطلع تركيا وعقبال ما يتاقلم وبتاع وضيع وقت، ولا يكون هنا في نفس الدوري ورجله تبقى في الملعب لغايه الاولمبياد؟ ده على اساس ان هو ملوش مكان جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي. حلو جميل. طيب انت في النهايه هو على فكره احنا اللي طلبنا، هو النادي الاهلي ما عرضش احمد ياسر ريان للعرض خالص. انتوا اللي طلبتوا النادي؟ احنا اللي طلبنا عشان مصلحه النادي الاهلي ومصلحه احمد ياسر ريان للاثنين. طيب هو يستفيد الماركت فاليو بتاعه يعلى ويثبت وجوده ويروح الاولمبياد ويعلى وكذا، والنادي الاهلي يستفيد سواء ان هو يضمه تاني النادي الاهلي او سعره يزيد ويبيعه.